في عملية تصغير المعدة يقوم الجراح بإنشاء كيس صغير أعلى المعدة. الكيس الذي تم إنشاؤه هو الجزء الوحيد الذي يتلقى الطعام. يمكنك أن تأكل وتشرب بسهولة لكن بكميات قليلة. الأمعاء الدقيقة المقطوعة يتم وصلها من طريق قصير بالكيس الذي تم إيجاده. ينتقل الطعام بشكل مباشر من الكيس إلى هذا القسم من المعدة، ومع ذلك فإن الجزء الرئيسي من المعدة لا يزال ينتج عصارة المعدة. في هذه الجراحة يعيد جزء من الأمعاء المتصل بالمعدة الرئيسية إعادة الاتصال من جزء بعيد. هذا الأمر يسمح لعصارة المعدة الموجودة في المعدة الأساسية أن تسري إلى الأمعاء الدقيقة. بما أن الطعام الآن يتجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة، وبالتالي يتم امتصاص المواد الغذائية والسعرات الحرارية أقل. تم الإنتاج والتوزيع في استوديو طبطب.